يعني ممكن تفهموني كده انتوا بتعملوا ايه مثلا في كل حجره؟ الثلاث حجرات دول مثلا واحده منهم هنا مثلا اللي فيها الفيو التحفه دي، الاوضه دي المفروض ان هي زي ما قلنا ممكن حد يذاكر فيها او يقرا فيها او كده اي حد، بس الثلاث اوض دي بتتحول تبقى مساحه ممكن نعمل فيها الورش، ممكن نعمل فيها معارض. بنعمل بقى ورش ايه؟ تريكو، ديكوباج، جلد، اي حد عايز يتعلم اي حاجه هاند ميد بيتم في الاوض الثلاثه دي. اي حد بيجي لكم ولا ناس من المنطقه؟ لا اي حد، اي حد. طبعا احنا مهتمين جدا بالمنطقه وبنحب ان هم يجوا لنا، بس طبعا المكان مفتوح لاي حد. طب تعالوا نخش اوضه ثانيه، عندكم اوض اكبر من دي شويه ولا كلهم الثلاث اوض بالمقاس ده؟ في اوضه المعرض اكبر شويه مثلا، دي اوضه شكلها اكبر شويه. دي الله. بقى المعرض دي بقى منتجات مصريه بقى من كل مكان بنجيب بقى. منين الخوص ده مثلا؟ ده من الدخله، ست عزيزه جميله دي، وبتحطوا صور الناس اللي صناع الاشياء، لان كمان حتى لما الناس بتشتري حاجاتهم بنبعتها لهم عشان بيتبسطوا جدا لما بيشوفوا صور منتجاتهم وبتتباع. صح، فاحنا بنحاول نشجع على استدامه المنتج المصري. مظبوط، والحرف المصريه. مظبوط، يعني بجانب المنتج احنا بنقول للناس مثلا زي مثلا القطعه الفنيه دي مثلا من سانت كاترين. ماشي، يعني دي سيدات سانت كاترين، احنا بناخد ده، هو ده مصدر رزقهم الوحيد، احنا بناخد منتجاتهم بنسوقها لهم، في نفس الوقت بنساعدهم يطوروا كمان من المنتج. يعني هم عندهم الحته، ساعدوهم في الديزاين شويه. هم عندهم الحته دي، بنشوف الناس عايزه ايه. يعني الناس مثلا تقول لك انا ليه هنا مفيش سوسته، فاحنا ننقل لهم، نقول لهم بعد كده بتعملوا الديزاين ده اعملوه بسوسته. معظم الاوضه دي سيدات، يعني كل البودكس دي حاجات سيدات. عائلات بقى، هم اللي بيعملوا العيل، يعني هم اللي بينفقوا على العيله بتاعتهم. طب وانتوا بتنفقوا على المكان ده من فين؟ هو بينفق على نفسه. كان الاول ما بينفقش طبعا، الحمد لله. احنا يعني بس بعد كده ابتدى ينفق. بصي، هو الفكره انت بتعملي حاجه بجد، مش كلام والله تلفزيون، لا بجد كلام بجد، انت بتعملي بروجكت هو ده اللي نفسك تعمليه طول حياتك، فعملتيه، فاي فلوس بتيجي زي بيبي، انت بتستثمري في البيبي بتاعك. لما ابنك بيكبر ايه اللي بيحصل؟ تحصدي نجاح. صحيح، بس كده. هو كبر خلاص، هو كبر بيكبر وهيكبر. هنجيب له اخ قريب او اخت. في عاملين اوريجامي هنا، استنى. ده مثلا ده صعب جدا، انا عارفه ان ده مثلا ما بيتعملش بسهوله من الورق. ده نتاج ورشة أطفال، يعني ده أطفال اللي عاملين الورشة. كنا عاملينها كمان لأهل المنطقة، ورك شوب أوريجامي للأطفال المنطقة. ده بيعلم الصبر. الصبر والذكاء والإتقان، وإنه يبعدوا عن الإلكترونيكس، يعني يسيبوا الموبايل وهيقعدوا ساعتين في الورك شوب يعملوا برودكت، ولما يروحوا وما يحسوش إن هم زهقانين. صح. طب اسمعوا يا جماعة، دلوقتي الفيو تحفة، وانا شقتكم جميلة، ما عندكوش حتة كده نقعد نشرب فيها كوباية شاي؟ عندنا طبعا، يلا نعزمك. يلا حاجات بقى، يعني بغض النظر عن الكلام اللي هو انا عايزة اتعرف عليك كنتوا بقى شخصيا. ماشي، يلا بينا. اتفضلي، فسحوني. اتفضلي.